قد ما عملت من ذنوب ما رح تكون عامل قد وحشي قاتل حمزة. عندما أراد أن يسلم أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له: إني أريد أن أسلم، ولكن يمنعني من الإسلام آية في القرآن نزلت عليك، وهو قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وإني قد فعلت هذه الأشياء الثلاثة فهل لي من توبة؟ فنزلت هذه الآية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فرد عليه وحشي قائلا: إن في الآية شرطا وهو العمل الصالح، فلا أدري أنا أقدر على العمل الصالح أم لا. فنزل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فرد عليه وحشي قائلا: إن في الآية شرطا، فلا أدري أيشاء أن يغفر لي أم لا. فنزل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقول أنا بعيد، قل أستغفر الله. لا تقول رب العالمين ما بيقبلني، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله تعالى قال بعدها مباشرة: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ولم يختص الله تعالى الأنبياء بتلك الآية، فقال بعدها أيضا: وكذلك ننجي المؤمنين.